هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم قد غادر بحفظ الله ورعايته أرض الوطن اليوم متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى أعمال قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 والتي تستضيفها الدولة الشقيقة في مدينة دبي، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال.